Publicité. Mihtar. بالشأن العام تلقونا في الحلقة العاشرة نهار الأحد 22 ماي مع نص نهار باش نحكيو على أشغال حماية كورنيش بنزرت من الانجراف البحري ومدى تقدمها باش نحكيو زادة على منح رخص المطاعم المتنقلة في تونس أهمية المطاعم هذه ومدى استجابتها لكراسة الشروط تلقونا في التقديم راني عمارة أحمد ساسي ووسيم حمادي استنونا عسلامة مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتفرجوا فينا توا على موجات المندرة FM 99 ولا اللي قاعدين تبعوا فينا على ستريمينغ لايف على نوتخ باج فيسبوك مندرة FM ولا كيف تنجموا تلقاونا على ابليكاسيون موبيل مندرة FM معاكم نورا الميكرو رانا عمارة ومانيش وحدي في الاستوديو معايا صديقي احمد سيسي مرحبا احمد عسلامة رانا عسلامة الناس الكل انا احمد سيسي مرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكل اليوم لحد 22 ماي واحنا معاكم في حلقة جديدة من امور تهمنا أمور تهمنا موعدكم الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة وبالشراكة مع 5 إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. إذاعة المندرة FM هي واحدة من 5 إذاعات اللي تلقاو فيهم برنامج أمور تهمنا اللي هما دريما FM، نفزاوة FM، عليسة FM، وسليوم FM وبتبيع المندرة FM. كما كل مرة كما كل مرة في برنامج أمور تهمنا نحكيه على قضايا مهمة وقريبة من المواطن. المرة هذه اخترنا باش نحكيه على منح رخص المطاعم المتنقلة في تونس، لكن باش نبدأ مع موضوع أشغال حماية كورنيش بنزرتنا الانجراف البحري. هذا الكل باش نحكيه فيه مع ضيفنا سيد عادل البوراوي رئيس لجنة الأشغال والتهيئة العمرانية ببلدية بنزرت. مرحبا بك سي عبد الستار ونشكرك على مرحبا بك سي عادل ونشكرك على قبول الدعوة. مرحبا بكم ومرحبا بالمدرسة ومشاهدي المدرسة. شكرا لك سي عادل. قبل ما نبداو معاك نسمع رأي المواطنين في الموضوع متاعنا ونرجع معاك. بالنسبة للأشغال في كورنيش تحس اللي ما فهميش تقدم في الأشغال، تصور سبب مشترك ما بين البلدية والمقاولين، ما فهمتش وقتاش باش يكملوهم الأشغال وجاء الصيف والموسم السياحي إلى متى. الحروفات تاع البحر هذوكم قراف صراحه لازمهم يتصلحوا، الخطوره نتاعهم العبيد اصلا ما عادش تدور في كورنيش، تتخوف في حاجه متاح تحضر براسو اللي هو يصير حاله برسمي تخوف. نرجع معاك سي عادل قبل ما نبداو الحوار نتاعنا، شنو تعليقك على اللي كنا نسمعوا فيه دجا؟ باهي يعطيكم الصحه اللي سمحتونا عطيتونا فرصه دجا نوضحوا للعموم اللي الشأن هو معناتها أول حاجة مشروع كمشروع معناتها صاحب المشروع هي معناتها بالأساس وزارة التشييف اللي متمثلة في دو فولي، ثم الفولي الأول معناتها حماية الطريق السياحية. المشروع توا اللي يتكلموا عليه زوج المدخلين هو معناتها يهم حماية الطريق السياحية، وفما المشروع حماية الشريك السياحي، هما دو بروجي معناتها سيباري، معناتها فما واحد يهم لابال وواحد يهم معناتها بالدرجة الجزئية ويحط المشروع هذاك الطريق السياحية، حماية الطريق السياحية اللي توا تكلم عليه اللي الرصيف في حالة مدرية اللي الناس الكل في بنزرة مضمرة من كورنيش وحالة الكورنيش اللي هذايا معناتها صاحب المشروع فيه هي إدارة جهوية للتجديد بنزرت،
كما نعرفوا الناس كل مالوريزمون لو بروجي ا ديماري في الفاز كوفيد وكل المشاكل هذيك هو اللي خلى كون في المقاوله اللي متعهده بالصفقه دونك ما انجزتش المطلوب وابارامون كنت لا دونك سا ريفيزياسيون دو مارشي هو وقتاش بدا ديجا المشروع وكيفاش كان بريفو معناها الاقساط هو سيتي با بريفو معناتها هو صار في سيتياسيون في وضعيه معناتها كارثيه معناتها الناس كل تعرف اللي الطريقه السياحيه كانت مهدده بالسقوط فهمت لا وصارت انشقاقات كبيره معناتها وحيد معناتها ونيفو بحر معناتها تنقب معناتها واخد ورخت الماده دونك التدخل كان كارثي معناتها الشرطي معناتها في اقصى سرعه ما نجمش نعطيك معناتها معطيات فنيه خاطر ماناش احنا كاصحاب المشروع لدرجه التجهيز هي معناتها كتتصل بها تعطيكم معناتها وقتاش تقاد ديماراج وقتاش تي بريفي ولا شيفمون دي ترافو هذا من كل معناتها ما نجمش نعطيك انتم شنو دوركم في البلديه سي كبلديه احنا كدار بلديه معناتها كيما اي مواطن معناتها احنا نمثلوا المواطنين في الوزاره معناتها مع اداره جهويه نحرصوا باش المشروع يتم في الاجال وباش المشروع يكون في احسن مرام الكلوتير هذيك باش ترجع كيما كانت واحسن من اللي كانت هذا يدورنا معناتها وهذا اللي قايمين به وهل قمتوا يعني بالضغط على الوزاره؟ نعم خويا معناتها قمتوا بالضغط على الاداره الجهويه للتجهيز؟ قمنا ومازلنا قايمين بالضغط المشكله هذه قلت لك المشكله اللي الماشي سايتي ريزيني دونك المقاول هو بيدو قايد خلفه كانت تمشي غاديك تشوف لي فونجاك باش تلوحوا على المنظمين دور اداره التجهيز دونك قايمه بالواجب باش تعاود اسمع راهو في تونس عندنا مشكله بالصفقات العموميه راهو مش كيما الخوات يخدم مع اتو مومون يعمل اللي يحب كيما الدوله فما صفقات فما دي فما دي فاز دي بيمون فما معناتها توفير الاموال هذا كل معناتها سا برون دي تون مالوروزمون فهمت لا مش عذر هذايا لكن هذا واقع اليوم لازم نحسنوا في التشريع بتاعنا حتى لين نراو معناتها مشاريع ناجحه وباسرع سرعه وكيما يحبها كل مواطن ما تتصورش اللي انت اليوم احنا بلديه معناتها كسلطه محليه عاجبنا ونعرفوا للشيء المواطن ما يهموش معناتها شكون الاداره اللي تقوم المواطن يحب فهمت اللي يحوس الكورنيش والمواطن يرى البلديه اقرب حاجه ليه يرى اقرب حاجه ما درزمون بيما خسير هي البلديه معناتها كل شيء يجي البلديه لكن احنا هنا بقدر الامكان نحاولوا نفهموا اللي راهو ماناش احنا اصحاب المشروع راهو مثلا كيف كيف كان نضغط احنا طلبنا حتى باش ندخلوا معناتها في الصفقه هذه وموان فهمت لا نصلحوا الرصيف ونصلحوا الكلوتور نعملوا حاجات ما كانش بالامكان بالصفقات العموميه ما تتجزاش معناتها ماناش احنا اصحاب الصفقه ما نجمش تفاهم ما نجم كان معناتها نضغطوا ونزيدوا نضغطوا حتى لين وتعرفوا كل شنو اللي صار في بازار انتم واللي مشى واللي جا اكسترا دونك الظروف شاءت اللي هالمشروع هذا يتعطل يعني باش يكون معناتها فما طلب عروض جديد من الاداره الجهويه للتجهيز هذاك تعويض المقاول القديم كيف اغلب المشاريع الكل اللي في تونس معناتها ديما المقاول ياخذ صفقه يفلس ومقاول يشكي للمحاكم ويقعد يتبع في الدوسيات سي عادل قلت لنا انتم دوركم كبلديه انكم توصلوا اصوات المواطنين في بنزرت دونك وقتاش اخر مره قعدتوا معاهم وزاره التجهيز على شنو فاش حكيتوا فماشي اوموا حل وقتي لو طون اللي يصير طلب عروض جديد خاطر كمام داخلين على موسم سياحي والكورنيش اليما مهم في بنزرت وسخت في مختر معناها دونك هو كي سير معناتها سات سيزون يا راتي معناتها بالنسبه للموسم الصيفي هذايا معناتها مش باش يكون فما تكون هذاك هي الحاله الوضعيه هذيك هي بالنسبه للضغط نتاعنا احنا هو معناتها باش تسرع معناتها الاداره الجويه التجهيز في معناتها طلب عروض جديد وهذا اللي قامت به فهمتي لا خديتوا كلمه معناها من عندهم نعم خديتوا من عندهم كلمه اوموا وعد وقتاش باش يكون الاجيال الجديده في الحكايه في المشروع والله هو نفس كل راس الشروط اللي باش يتعاود بها الصفقه معناتها ماهيش حاجه جديده معناتها جست متطلبات الصفقه والعروض تجي عندنا معضله اخرى في وزاره راهو الشركات معناتها المقاولات هاربه نوعا ما الوضع المادي والمتردي معناتها في البلاد وموداليتي دو بايمون خلات عزوف معناتها المقاولين مش حتى على بنزرت بركه في تونس كل اي على الولايات الوضع المادي في البلاد وعدم الاستقرار السياسي خلى العباد مع الشارك احنا توا مازلنا كبلديه بنزرت خرجنا معناتها اعاده تهيئه الارصفه في شارح بو بورقيبه وما عنا حتى حد مشارك حتى مقاوله مشارك هو سعاد هي شنو المشكله هنا ديما زي ما نوضحوا معناتها المواطنين انه الدوله ديما تحط عندها معناتها فوالا اي فوالا كره الشروط ساعه تكون صعيبه شويه على المقاولين هذه اول حاجه
تاني حاجة الميزانية اللي باش تكون مخصصة في النهاية للمشروع ماهيش باش تكون ديما ما تكونش كافية مع المتغيرات. حتى المقاول كي ياخذ المشروع توا مثلا نقولوا احنا بمليار بعد شهرين من الخدمة تلقى روحه لا باش يصرف مليار ونص، معناتها الحديد يغلى، المواد البناء تغلى، اليد العاملة، معناتها فما ديما متغيرات، دونك هذا ديما زاد يقعد مشكل في بنزرته في البلا، معناتها في تونس الكل لما حاله الموضوع هذا. هي كل صفقة لها كل الشروط، معناتها المقاول يقرأ كل الشروط تبعه، إذا لصالحه بطبيعة باش يشارك، إذا باش يراه فيها كما قلتي أنت ماهيش حاجات لصالحه ومش يصور فلوس بطبيعة مش باش يقدم عليها. إذا أنت في الكايت شارج بتقول لي بري معناتها سون فيرمي نون ريفيزابل وما تعطيهش فرصة باش هو خاطر الحديد يغلى والسيمان يغلى يتفاعل معاك كيفاش نقولوها طبقا للفصول ولل للقانون تبيع ما يشاركش. دونك هنا فما المعطى هذا كلامك صحيح، يلزم شويه سوبلاس ونيفو كايتشار، يلزم نحلوا الافاق ونقولوا الوضع بتاعنا مش مستقر احنا والمواد البناء في تغيرات معناتها كل تريميستر مثلا، نعطيه امكانيه المراجعه الاسنان معناتها كل ثلاثيه مثلا اذا والا نعطيه معناتها اذا وخر اكثر من الديلي معناتها بريفيزيونال نعطيه امكانيه مراجعه الاسنان. هذا معمول به في الصفقات العموميه، اما يلزم في وسط كل الشروط يكون مدون موجود خاطر فما كونترا في صحح. اما اذا المقاول صحح على اسنان غير قابله للمراجعه وفيها مشكله ما عندها جماعه حتى شيء يلقى روحه هو خسر دونك يزدفش ويمشي، وهذا اللي صار توا كنا نحكيو على حمايه الطريق السياحيه. هذا اللي صار واضح، جات الكوفيد الاسمان غلات، الحديد غلا، الاسعار غلات، الخدامه ما عادش موجوده، دونك وضع عام خلى ما يدناش نفهموا اللي راهو الدوله ما قالت ما تعمل قاعده تكركر بالضبط. فما وضع معناتها فرض نفسه الدوله ضعيفه نوعا ما، ما عندهاش حلول، ما عندهاش بدائل، ما تنجمش تهبط هي تخدم معناتها في بلاصه المقاولين خاطر هي بيدها ما عندهاش مقاولات خاصه. هذا هي مالوريزمون في الدول المقدمه موجوده. اذا احنا كان على الاقل كان لازمنا نوضحوا خاطر لا المواطنين كانوا يسالوا فوالا. اما بالله حبيت نوضح بعد انكم اللي المشروع الثاني اللي نحكيوا عليه خاطر فما كونفيزيون ما بين حمايه الطريق السياحيه وحمايه الشريط الساحلي. حمايه الشريط الساحلي بار كونتر سان اوتر بروجي اللي هو بيشحمي لابلاج. اليوم فهمت لها شفتك الماء اللي دز وخلى الطريق معناتها تهدد بالسقوط وكل شيء، هو يلزمنا نحميه خاطر كان باش نصلحه توا ونخليه معناتها الشريط الساحلي بنفس الظروف الطبيعيه باش تعاود يتكسر الطريق نفس الحكايه. دونك فما حمايه وهذايا قائمه به لابال معناتها بكامل معناتها تراب الجمهوريه التونسيه على السواحل، معناتها مشاريع صارت في سوسه في المهديه في عندنا بحذانا في رفراف في غر الملح. اليوم فجاء على ولايه بنزرت مشروع معناتها يمتد ل 11 كيلومتر 4 كيلومتر في معتديه راس الجبل في شط ناني بالذات و7 كيلومتر في بلديه بنزرت معناتها من راس البلاط حتى للريزيدونس معناتها. وقتاش انطلق المشروع؟ 7 كيلومتر هذوما هما حمايه الشريط الساحلي اللي في فاز ايتيود نتاعهم تمت، صحيح تمت المصادقه على مرحله الدراسات وان شاء الله فهمتي مشروع معناتها بقيمه 100 مليار. دونك توا في قال الراجل باش نقاو معناتها الفينونسمون وان شاء الله حبر ما يتم معناتها توفير الموارد اللازمه معناتها ينطلق المشروع. معناتها هذا تو دراسات المشروع معناتها فيه باش يعملوا سكون ابيل لي بريز لام معناتها كيما عندنا احنا اللي يجيلونا ولا هذاك اللي معناتها يحطوهم في البحر افونسي باش يكسروا الامواج. تقدير اولي قداش باش ياخذ المشروع هذا وقت سي عادل؟ هو ان شاء الله اذا هو يقولوا 2023 2025 فهمت ديجا بينتها مع ان شاء الله ديماري 2023 تعرف وضعنا الاقتصادي في البلاد توا وتوفير مازالت مساله الميزانيه وال أيوة احنا هو ياخذ وقت في حد ذاته قنطره بنزرت معناتها شنو اللي صار فيها والتاخير صار فيها كلها راهي كلها فلوس راه فوالا المال هو اساس الاعمال باهي سي عادل. بالنسبه توا حكينا خلينا شفنا المشاريع هذوما الزوز وكيفاش تقريبا كيفاش الوقت نتاعهم في القريب العاجل. توا بنزرت داخل على موسم سياحي واعد نوعا ما، فما كي امل في الموسم السياحي باهي. ونحكيو زاد نشيروا لدور المجتمع المدني في بنزرت اللي قاعد يخدم خدمه كبيره على حكايه السياحه في بنزرت، دونك فما برشا مجهودات خاصه خلينا نقولوا. دونك تفضل احمد كمل. دونك هذاك علاش حبيت نسال، فماشي كي تحضيرات صغيره تهيئه كي صارت للموسم السياحي هذا؟ شنو محضره البلديه لتعزيز هذه الخطوات الفرديه ديزون؟ والله كيما تعرفوا يعرفوا برسك ما اغلبيه المستثمرين اللي راهو الموضوع نتاع كيفاش نقولوا احنا الاستثمار على الشركه الساحلي يرجع بالاساس بنظر لابال مش البلديه.
البلديه معناتها تنظر الامور من ناحيه العمرانيه معناتها الاكثر والاقل ومدى تطابق المشروع مع البلان دمناجمه في التاهي العمرانيه. اما تبقينا التراخيص معناتها تتعطى على مستوى المجالس الجهويه دونك في اداره المجلس الجهوي مع السيد الوالي واللجنه معناتها البلديه عضو معناتها كبقيه الادارات والمصالح المتداخله ماشي هي حتى القرار. وصاحب القرار في الاخير يقعد ديما دونك يهبط لتونس الدوسي ولا قال تجي كونفيرماسيون من تونس من على الصعيد الجهوي ويعمل ديجال يعمل فرز العروض يعمل الاقتراحات ويبعثوهم لتونس ترجع انت من لابال من تونس تتوقف انت تتم المصادقه والا لا على المشروع. الدور البلديه يعني قلت لك يختصر معناتها في مدى تطابق المشروع مع انفيت التاهي العمرانيه مع تداخل وتكتل حرمه النزول مع احترام الشريط الساحلي من ناحيه المانجمون هذا هو معناتها. اما الرخصه ككله لاجريمون ما هيش هي وداخليا يعني توا في وسط في وسط بنزرت يعني مش بحكي كان 10 سنين خاطر ديما فما اكتظاظ فما معناتها كياسات شويه حفر الارصفه مثلا مش مريقلة المقاهي تستغل فيها هو عموما ربما ماهوش في مجال اختصاصك ولجنتك بالضبط ولكن عموما خاطر تو باش تشهد اكتظاظ اكثر مدينه بنزرت. والله ما تمشي لك بالضبط احنا بالنسبه لنا بالنسبه لبلديه بنزرت دونك جست نفسرلك اكثر السؤال دونك بصفه عامه نحبوا نعرفوا بلديه بنزرت شنو محضره الموسم الصيفي والسياحي اللي جاي تويكا بصفه عامه مش كان المشروع هذا اللي حكينا عليه من الاول دونك فماشي من عشنا تهيئة حتى البحورات كما قال لك الطرق البحورات حكينا عليها معناتها الطرق من داخل الكياسات كيفاش فماشي اصلاح للكياسات فماشي كاين مراقبه للارصفه على خاطر الكرهب كيف ما تعرف زاد مشكله الارصفه والكرهب الطرحه تزاد والاكتظاظ في وسط بنزرت. والله هو معناتها كيفاش نقولوا مالو رزموه معناتها شيء مؤسف باش نقول لك لمزايا اللي اولي هو بنزرت معناتها احنا تويكا كيما كنا نحكيو على الطريق السياحيه وكيما كنا نحكيو على الرصيف السياحي المشكل اللي ما نجموش نعملوا مشروع في وسط مشروع ما دام المشروع هذاك متعهد يدير كيما قالت الوزاره الجويه للتجهيز اذا كان بلديه ما نجموش ندخلوا معناتها تولي هذايا تدخل في الفساد المال العام وتدخل في مشاكل المتاهات الاخرى اللي نجموا نعملوه احنا كيما قلت انتم يعطيك الصحه لي زاكسي لا بلاج نيتواياج دي بلاج كيما كل عام هذايا معناتها الناس كل تعرف اي هذا السؤال هو دونك شنو حضرت بالطبيعه باش تمشي هذيك ونخدموا نصفوا البقرات ونيبوها وبوركوا با تضافر الجهود مع المجتمع المدني بحول الله معناتها اونورات دي بلاج معناتها بروبر وان شاء الله المواطنين يحافظوا احنا ديما دعوه بالله للمواطنين راهو البلديه راه مش مقصره راهي البلديه متخذ الجهود وانت كتجي وتعيشوا معنا حتى يوم مفتوح ونستدعاكم انا بدون انتم وسائل اعلام يجيو شوفوا البلديه شوفوا من داخل البلديه شوفوا العباد تستخدموا الصحي شنو هما اللي مويا وشنو الفرص راهي عباد تخدم اكثر من طاقتها صدقوني معناتها احنا تو هنا كمستشار معناتها نجم نتكلم كيما نحب اما العون مسكين معناتها فهمت اللي هو يقاسي راهو يضحي والمواطن لا يبالي المواطن شوف شتوتنا معناتها شيء يبكي وحالها يبكي اللي يجي يعوم شنو اللي يخلي وراه علاش يجيبك الكفه وعلاه ما يروحش الكفه في الوسخ نتاعو كيما جابها عليه حرام معناتها احنا معناتها موظفين جهود يزيد المواطن يخلص الاداء نتاعو وتلقى هاي لبله في التياس ويسيح على باركينغ الاميناجمون بالله باش يمكن نعطيك نسبه انا نسبه معناتها خلاص انت الاداء البلدي ما يجوز 8% تبكي على حال بنزرت وتبكي على حال معناتها وين وصلنا نحكيو بالمواطنه مثال خلينا نفصل شويه في على الراديو معناتها المواطنه راهي تبدا من غادي تبدا من حبنا يبدا بالمسؤوليه صحيح سي عادل شويه من المواطن وشويه الغارة. من الدوله حتى هي لا 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 برشا من المواطن لا اللي وصلنا لازمنا نقول لازمنا نواجهوا برشا من المواطن كي تتعدى في الليل وترى المواطن كيفاش هو حزبته في الشارع بعد ما يتعدى التراكتور وبعد ما يتعدى البنتاسيز علاش؟ نقرا هذا من البلديه معقول ترى المواطن يعمل زبيرة نتاع داره ويلوح على الطريق العام يرى هذا من المواطن من البلدية كي ترى فهمت لا التراكتور يجي نتاع كل مرة ما يجي في الدورة يا عباد ربي بحذا المهرجان يقلب التراكتور نتاعه ويخليها غادي ندرى هذا من البلدية قداش منها بلدية راه ما نجموش نعملوا احنا ما عناش 170 ألف مواطن في الوزارة باش نعملوا 170 ألف عون معناتها كل وراء كل مواطن عون يلزمنا كيف معناتها هي الحالة هذه راهو مثلا ما نجموش نرتقيوا بمواطن كما نقولوا بالمالوريزمون بالموبيلات اكيد يسمعوا فيك سي عادل واكيد احنا زاد ما تنحط المواطنين يلتزموا يعني لكن لا يغير الله ما لا لا هو امر راه معناتها واضح وطبيعي بعض المواطنين بطبيعه ما يلتزموش باداء الضريبه
وربما تخريج الفضلات والتزام حتى حماية المحيط بالضبط وكل، وخاصة حتى في الموسم السياحي يجي وافدين جدد على بنزارة زادة، يعني ديما نفس المشكل هو تقريبا في أغلب المدن التونسية. إن شاء الله زادة هما يكونوا واعيين، وإن شاء الله بلدية تكون واعية يلزمهم يكونوا واعيين وما يربوش مسلمين بتبيع مع حد يرمس الناس الدخالة لبنزارة شهرين زمان، أما العشرة شهر لصخ متاعنا هيا تنبصر وإحنا وطف الشهرين أقاوا محل البلدية. فما إحنا رانا يلزمنا راهي ثقافة يلزمنا نتربيو عليها، يلزم نربيو صغارنا، راه مش معقول الشيء قاعد صاير وما فماش كود. قبل كان تم قديم شويه وراجل كبير توا، معناتها احنا تربينا في المدرسه المعلم يقرينا على نظافه المدينه، احنا كنا نتمنى كل لبيب. زعما تطبقوش القانون سي عادل في تونس، معناها كان جا فما ردع بالحق راهو العباد حتى كان مشوي راهي تخاف وموا ما تعملش ردع بالله. المواطن توا هاك تشوف انت توا لو كان تشد واحد تبلي البناء الفوضوي الاكشاك في الطريق العام، اي انا ما نطبقش فيهم القانون. جيت نص واحد المجتمع المدني الكل يجي يسب وكيفاش 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 وقطعات خبزه، هي المصحه العامه قبل المصحه الخاصه. راهو مش قلت لك راه يلزم انتوما كوسائل لازم تعاونونا كبلديات، راه ما نجموش وحدنا، احنا ما نجموش نكونوا اليد الخدام والصوت المعطى اللي باش يوصل المعلومه. نعاملوا عليكم بخاطر تحبوا هكا لازم نغيروا وضعنا هذا وضع مدري، ما نجموش. اكيد اكيد فما شويه فما المشاكل سي عادل، شفت تجيب شي معطى الياباني يخدموا واحنا حالتنا هكا ما نتقدموش، نلقاو حلول بديله سي عادل بقدره ربي. معطى بلديه نجم تلقى بعض الحلول البديله، راه فما حلول بديله حتى على العقوبات وعلى كل شيء في مساله البنائيات والاكشاك وكل، فما بعض الحلول البديله قوانين يعني... اللهم صل على النبي قانون موجوده شكون باش ينفذ؟ بلديه ماهيش سلطه تنفيذ، راه ما نجموش نفذوا. انا راني نتكلم معك انت في الميكرو كون قفغاد ما عاديش انا كنت فما اعوان شرطه بلديه فما اي شرطه بلديه فما 20 دار تبني فوضيه فما اربع اعوان ما خلطوش. اي كل عاد ديما فما مشكله محاله في الشرطه البلديه ديما ما فماش برشا، لكن لازم تستنجد البلديه ما تخضعش الاوامر وما تخضعش الاوامر البلديه. الشرطه البلديه تعرفها انت الناس كل تخضع للولايه، تخضع للسلطه جهويه مش سلطه محليه. وانت تعمل رئيس البلديه او عندنا الاف القرارات الهد موجوده في الاف الرفوف وين تنفيذ؟ واضح سعاد، ان شاء الله يتبدل الوضع هذايا ونحكيو على واقع احسن. في انا اتمنيت تكلموني نقع عنك صحيح، ما حاجه تفرح حاجه تسر، لكن احنا بدنا رانا مغليه واحنا بدنا صاز علينا كيف، ما احنا بدنا ماذا بدنا شكون يتصنفنا. اكيد زيد نكلموك سعاد في وضع مخير ان شاء الله، اكدين من الحاجه هذايا. شكرا لك سعاد، نعطي بشرى الاهلي بنزرت على الاقل يكملوا لنا بحاجه بوزيتيف. عندنا ما يقارب 400,000 دينار صيانه الطرقات وشرعنا في المشروع، وان شاء الله من هنا نهايه الاجواء معناتها على الاقل سيزون استيفال طرقات البلدين وحفره نحات في البلاد، وان شاء الله في اقرب الاجيال مواد سبتمبر نديماريوهم في اعاده الارصه الكليراج بيبليكي كيف هذا. فما افاق طيبه ان شاء الله، وقنطره كثير بشرى وعدونا في البلاد مستقبلا المستقبل باهي بحول الله ان شاء الله. الوضع السياسي في البلاد يستقر، خلينا احنا لازم نزيد نديم مريض والمواطن يفهمها وبالله نعملوا عليه، راه وحدنا كبلديه ما نجموش نقدموا بالبلاد. واضح سعاد لا تكسح مع بعضنا نقدموا ببلادنا وحدنا ما نجموش. واضح، شكرا لك سعاد لا تدخل معنا اليوم، يعطيك الصحة اللي سمعتنا وسمعناك ووضحنا للمواطنين. فراني كالعادة مشكل البلديات التدخل السلطة والأطراف في أي موضوع يوري اللي بالحق ما تمشي هكايا الأمور، معناه اللي كل واحد يقعد يرمي المسؤولية لغيره وكل واحد يقول لك راه مش مني دونك مشكلة كبيرة. معناتها مشروع باش يقعد عام الخدمة على المشروع نعديو احنا أربع سنين طلب عروض وكراس شروط وكذا ومقاولين وفلس ونعاودوا الحاجة اللي تضحك معلش علاش ديما مقاول فلس ديما المقاول بعد ما ياخذ صفقة عمومية يفلس. أنا دي بالرسمي في الفاكة متاعي مفهم مقاولة فلس دار شباب اللي ديما ننشط فيها جوبش يبنيو فيها ما تحكي فيها مقاولة فلس ما عرفتش كيفاش هالمقاولين ديما يفلس مش هالقاولة محل وي. على كل رأني نخرجوا احنا الفاصل الصغير وبعدك نرجع الموضوع الثاني We'll be right back.
We'll be right back.
مبادرة مناظرة، برنامج أمور تهمنا يطرح ويناقش عدد من القضايا المتعلقة بالشأن العام. تلقاونا في الحلقة العاشرة نهار الأحد 22 ماي مع نص نهار، باش نحكيو على أشغال حماية كورنيش بنزرت من الانجراف البحري ومدى تقدمها، باش نحكيو زادة على منح رخص المطاعم المتنقلة في تونس، أهمية المطاعم هذه ومدى استجابتها لكراس الشروط. تلقاونا في التقديم راني عمارة، أحمد ساسي ووسيم حمادي. استنونا. رجعنا لكم في الجزء الثاني من حلقتنا في برنامج أمور تهمنا على إذاعة المندرة فام بالشراكة مع مبادرة مناظرة، واللي باش نحكيو فيها على منح رخص المطاعم المتنقلة في تونس. وباش يكون ضيفنا عبر الهاتف السيد عماد الدبيبي رئيس دائرة البلدية بالمنزه، لكن قبل ما نبداو حوارنا معاه نخليكم تسمعوا تقرير على الموضوع ونرجع لكم. مشروع المطعم المتنقل من بين المشاريع اللي توفر ربح بأقل التكاليف، بما أنه وجودها ما يستوجبش أنه يكون عندك مقر ثابت وهكا تنجم تتنقل أكثر من مكان في نفس اليوم. المطعم المتنقلة من المشاريع اللي عندها وجود مهم في دول أوروبا وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي انتشرت فيها بداية من سنة 2010، وين لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في تنبيه المستهلكين لمواقع العربات
حاليا يقدر عدد المطاعم هذه في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 4000 بمبيعات تتجاوز مليار دولار في العام. باش نضمن احترام المطاعم هذه للضوابط الصحية والبيئية، تفرض الدول عادة جملة من الشروط والتراخيص. مثلا في ألمانيا، من بين الشروط المطلوبة باش تتحصل على شهادة من غرفة التجارة والصناعة هو أنك تثبت تلقيك لتكوين في التعامل مع الطعام، كيفية معالجة الأطعمة الطازجة وتخزينها، إلى جانب نظافة الأغذية والوقاية من الأمراض. أما في تونس، المطاعم المتنقلة ما زالت ظاهرة عشوائية، رغم محاولات بعض البلديات على غرار بلدية تونس أنها تنظمها، إلا أنه النجاح كان محدود برشا. يبقى السؤال مطروح، وقتاش تتحول هالمطاعم المتنقلة في تونس من ظاهرة عشوائية إلى حل للتقليص من البطالة ودعم الاقتصاد؟ مرحبا بك سي عماد. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. شكرا لك، عايشك. مرحبا بك وشكرا لك على قبول الدعوة. عايشك، مرحبا. سي عماد، نتلقوا في الحوار معك، وكنت تفسر لنا قبل كل شيء شنية بالضبط رخصة المطعم المتنقل، وكيفاش تصير عملية الحصول عليها، شنية الإجراءات والمراحل اللي لازم يتبعها اللي حاب ياخذ رخصة؟ هو أولا سمعت البتير اللي المطعم المتنقل معناتها ينجم يتنقل من بلاصة لبلاصة، اليوم صحيح معناتها المطعم المتنقل لازم تكون عنده نقطة فيكس. من التسمية هي المتنقل ترمز العربة اللي كي تكمل خدمتك تنظف بلاستيك وتهز تروح بها، وبعد من المتغطوة تجي تنتصب في النقطة اللي اعطتك فيها الترخيص البلدية. معناتها كي واحد يبقى عنده عربة متنقلة باش يبيع الماكلة ما عندوش الحق يدور من بلاصة لبلاصة. هذه خاطر في الفيديوهات أو في التقرير قال السيد ينجم يتنقل باش يبيع من بلاصة لبلاصة. بالنسبة لبلدية تونس، احنا الحقيقة شفنا ظاهرة هذه اللي ظاهرة كبيرة برشا في تونس، وقلنا فماش علاش مش ما نقنوهمش. والحقيقة عملنا كل الشروط في سير مجلس البلدي بالتعاون مع إدارة حفظ الصحة، اللي هي عمل بديهيات، معناتها يلزم تكون عربة لائقة، يلزم تكون عربة تستجيب لظروف حفظ الصحة، يلزم يكونوا مثلا فما تروا باك ماء للخسلان وموجفات وماء سائل الآخر، والباك الأخرى للتشليل. يلزم يكون فما مسخون، يلزم تكون فما فريجيدات، براتيكمون يلزم يكون عنده ماء زاد خزان صغير نتاع ماء، لخاطر تعرف اللي الماء اوبليغاتوار. ابارسا معناتها ما فماش حاجه اخرى. بطبيعه الحال يلزم تكون النقطه اللي باش يطلب فيها المستفيد، النقطه اللي باش يطلب فيها البلاصه اللي باش يبيع فيها ما تكونش بحذاها مطاعم، هكاك مش ما تدخلوش في اشكال مع المطاعم الاخرين، يقول لك انا عندي باتين ده وعندي ماء وعندي ضوء وعندي خدام وعندي سنساس وهو يجي ينتصب جنبي نجم يقلقوا. ديما نحاولوا باش نختاروا بلاصه معناتها ما فيهاش مطاعم. الحقيقه ما لقيناش استجابه كبيره برشا في بلدية تونس، معناتها حتى وعنا يجي عامين محسوب ملي خرجناك ورا الشروط يظهر لي ما تعطات كان زوز رخص اكهو. ما نعرفش علاش، بتاتر على خاطر التكلفه متاع العربة الحقيقة والحق يقال تتكلف، معناتها العربة تنجم تتكلف بين 15 وحتى 20 ألف دينار. ذاك علاش هي خاطر براتيكمون تعاملت للناس البطالة، الناس المحتاجة، الناس اللي ما تنجمش تخدم، تتكلف صحيح العربة على خاطر زادة ما نجموش احنا نتغافر على شروط حفظ الصحة. شروط حفظ الصحة هي اللي قاعدة تتكلف. إلى حد الآن معناتها الحمد لله احنا قنناها ونستناو في المواطن باش يجي ويخدم. وتعرف المواطن التونسي الحقيقه استانس بالبلاش، معناتها استانس بالبلاش، يحب البلاش. وبالرغم اللي نحن معناتها الفري نتاع الاستغلال الوقتي للطريق العام، عام كامل يتكلف 2000 دينار، معناتها 2000 دينار في العام، معناتها حكايتين يمكن 150 60 دينار في الشهر، معناتها اللي هو سوم رمزي على الاخر. ما نعرفش علاش ما فماش اقبال كبير من التوانسه على النوعيه نتاع الرخص هذيك. نعرف في تونس اللي سورتو عندنا الكسكروتات باش يشكروا، عندنا كسكروت مشهور احنا في تونس هنا كسكروت عياري، قاعدين ندوروا قاعدين نوعيوا في العباد، قاعده شرطه البلديه تخدم، قاعده شرطه البيئيه تخدم باش نوعيوهم، والى حد الان ما تلقيناش برشا الحقيقه طلبات. وكيفاش تتعاملوا معاهم العباد اللي منتصبين ما غير رخصه ولا ما غير عرب مقنع؟ والله جنرال مومن ما كي يبدا واحد مثلا يبيع في 10 ولا 20 كسكوت شفتو الصباح بكري وحد نص النهار باش نعملوا له باش نحزوا له، تلقاه راس ماله هو 30 40 50 دينار.
أما الحقيقة نحن نلقاو مشاكل اللي بيع يده في سكالوب واللي يقلي واللي عنده كل المواد السريعة التعفن، ذاك اللي ناخذ معها الحقيقة إجراءات كبيرة برشا. أما واحد عنده ترفع ريسة وترفع دم وترفع خط الحقيقة ما نتعاملش معها. يعني هو في الآخر سمحنا قصت عليك، هو في الآخر يعني الإجراءات حتى كرة الشروط الحكاية كلها متعلقة بالشروط الصحية هي اللي بتتكلف، وحتى في المراقبة ديما الشروط الصحية هي الأهم، معناتها باش نكونوا واضحين. أكيد أكيد احنا ديما عندنا مشكل في شروط حفظ الصحة، معناتها الحقيقة خاطر صحة المواطن تهمنا، ولا لا يقدر كانت تصير تسمم ولا تصير حاجة البلدية باش تولي وينكم انتوما وش بيكم السيدة ذي منتصب قاعد يبيع عشوائي، وش بي الشرطة البلدية ما دخلتش، وش بي الأمن ما دخلش، وتولي وقتها ما عادش السيد اللي يبيع في الكسندويتش هو المظلم، تولي البلدية المظلمة، وتولي فما تواطئ من الأمن وتواطئ من البلدية، وتعرف التأويلات انت من تونس. هذاك علاش احنا نحاولوا باش كيما البوليميك اللي صار لخلاني تعود البي الحقيقه اللي ولات معناتها مظاهره، معناتها ولات تبارك الله بالالف واحد يدوق في السنه، ما نجموش احنا ما نجموش معناتها نغضوا طرف على خاطر سمعنا برشا يقولوا شبي كان هو شبي الاخرين، فما برشا بجنبه ما قلقوهمش، الاخرين يبيعوا في كسكروت عادي، لكن هو الحقيقة بيتزارية متنقلة معناتها مش تفدليك معناتها. يا ما هو سي عماد كان باش تصير تسمم ولا مشكلة صحية كسوا في واحد يبيع ألف كاسكروت ولا كاسكروت بركة نفس الحكاية، معناها مش الحكاية بالكاليتي بتاع الساندويتش، نحكي الكاليتي بتاع الساندويتش، فما فرق بين واحد يبيع ساندويتش قلت لك هريسة وزيت وعظم، وواحد يبيع ساندويتش فيه جبن وفيه سكالوب، تعرف جبن سريع التعفن، تعرف سكالوب فيسع يتعفر، فما اللي بيع الكبده فما اللي بيع الحمل، يلزم فريجيدير ويلزم شروط حفظ صحه، فهمت انا شنو نقصد؟ يبيعوا في المايونيز ما تعرف المايونيز تغيب عليه 15 مينوت يولي يسمم معناتها، هذاك علاش معناتها ما نجموش، مش معناتها كيما واحد يبيع كسكروت كيما واحد نحكيو نحن على الكاليتي ونوعيه الساندويتش اللي يبيع فيه. وسي عماد حاولتوش تلقاو نقطة التقاء ما بينكم ما بين المنتصبين بطريقة غير قانونية خلينا نقولوا، معناها فماش حل في الخطر، أكيد كما قلت أنت تتكلف برشا العربة المتنقلة ذي، دونك فماشي حل وسط نلقاوه باش نحفظوا سلامة المواطن وميم طون العبد ذيك يخدم على روحه وما يقعدش بطل. والله احنا متساهلين معناتها الحقيقه، بتوا اخر مره جاتنا عربه، انا جاتني في الدائره نتاع بلديه المنزه عربه فيها هكا كلكو ديفو، وفقنا له قلنا له انتر تو ركيز من الديفو هذوما تصلحهم، نعطيوك مهله، نعطيوك 10 ايام 15 يوم تعاود نجيوك نعملوا لك معاينه، معناتها متفاهمين الحقيقه، معناتها احنا بالعكس احنا نحبوا العباده هذه تخدم، ونحبوا العباده هذه ما عادش يقلقها حتى على خاطر ماك تعرف راهو كي يبدا واحد يخدم كلوندستان ماك تعرف في تونس ما يخفكش معناتها كلوندستان يخدم كلوندستان يولي عرضه للنهب، ويولي الناس كل يولي اللي يخلص فيه في النوار كما يخلص فيه البلدي، صحيح ومش لازم معناتها نوضحوا اكثر معناتها هذاك علاش احنا متفاهمين سورتو معناتها الشباب الصغير هذايا واصحاب الشهاده العليا اللي يحب يخدم، ونعرف الدوله تو غير قادره باش توفر الشغل للعباد الكل، هذاك علاش احنا قاعدين متفاهمين. نعم الوضع الاقتصادي صعب دونك العباد لازمها تخدم، فماش اكيد اكيد لازمها تخدم الحقيقه، ونحن بلديه تونس قلت لك اول بلديه معناتها تو بلديه تونس اول وحده شرعت معناتها الشيء هذا، وحبينا نقنوه وحبينا نلقاو حلول اخرين كما قلت انت، راهو ينجم الواحد في البدايه مثلا كي يبدا عنده عربه بتكلفه برشا ينجم مثلا ما يعملش كسكروتات مثلا، ينجم يستغنى على جبن، ينجم يستغنى على سكالوب، ينجم يعمل دي ساندويتش فروا، فهمت على خاطر قد ما هو ينوع في الساندويتش وقد ما هو يزيد سلايت ومايونيز وكذا، قد ما الخطوره نتاع التسمم تزيد والشروط حفظ الصحه تصعب اكثر. مش كيما ديما نعاود نقول لك، مش كيما واحد يبيع كسكروت هريسة وعظم، كيما واحد يبيع كسكروت مقلوب على عربه معناتها فروماج وسكالوب ومايونيز معناتها وسلطه مشويه، الامور خطيره معناتها تولي. نحن نحافظوا بيان كيما نحبوا العباد تخدم زاد يلزمنا نحافظوا على صحه المواطن. فوالا معناتها البلديه بادرت ومبادره طيبه يعني هي في النهايه، لانه معناتها اول مره في تونس على الاقل، ولانه هذه المشاريع نوع هذا نتاع المشاريع متى موجود وكل مهم لازمنا نقننوه، المبادره طيبه وكل في انتظار معناتها تفاعل المواطنين والناس اللي عندهم العربات هذه على الاقل اكثر، خاطر تو عامين فما زوز رخص بركه
مشكلة هو أنا عندي نداء الحقيقة حتى وزارة السياحة تنجم مثلا تعاون لعبادة ذوما الخطر أو ستريت فود أو كان تشوفه في مراكش كيفاش وتشوفه في بلدان وفي الهند وفي تركيا معناتها والتوريست كيفاش معناتها ينجم يعاون حتى التوريست معناتها يعاون بلاد كاملة تولي عنه نحن يسوط في تونس عنا ثقافة تاع ماكلة والله في العنبية عنا أنواع كبيرة برشا من اللي ساندويتش نتاعنا عنا الكسكروت التون نتاعنا عنا كسكروت الكبتاجي نتاعنا عنا كسكروت المقلوب نتاعنا معناتها ينجم يدور الحركة الاقتصادية حتى السياحين معناتها حتى وزارة السياحة تنجم تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية ما نعرفش أنا وزارة الشباب معناتها مانيش عارف أنا يلزم الحقيقة الأطراف الكل تعاون الشباب هذا تنجم تعطيه حتى دي كريدي معناتها ما غير فائض معناتها مش العباد هذيا تخدم كونديسيون يعمل باتيندا تبدا عنده باتيندا الدولة تستنفع يولي هو يخلص الباتيندا السيد هذاك نهار آخر كي يمرض يلقى وين باش يداوي روحه تولي عنده في السي ان اس اس أمور واضحة في الكنام أمور واضحة فهمت كيفاش معناتها عجلة اقتصادية وكاملة الدور معناتها الشباب ما عادش يمامش وتولي خدمة معناتها خاطر نقول لك حاجة راهو العربات المتقلة حتى الشباب في تونس عنده خدمة بروفيزوار هذه يشد لها يده يعني ما يخالف ذلك نحن ليه؟ لأن نحبوها تولي معناتها تابع الهوية نتاعنا التونسية وستريت فود كما كنا نقولوا راهو معناتها مجال كبير برشا وثقافات كبيرة برشا وفما برشا بلدان معناتها الحقيقة معروفة حمل أوجه برشا في برشا مناسة معناتها في العالم ديجا فما ناس معناتها تخدم في ستريت فود معروفين في العالم الكل ديجا حتى من الفيسبوك برك راوهم وكل علاش ليه احنا ما يكونش عندنا هكاك وفق الشروط معناتها معينة وأكيد وقانونية إن شاء الله الإشكال يتحل متاع المواطنين هذوما متاع الناس اللي تحب تخدم يزيدوا هما يفهموا شنية الحكاية خطر في النهاية نتصور بالضبط تسهيلات منا ويزيدوا يفهموا هما خطر فما نقص شوية في الفهم معناتها متاع شنية الرخصة كيفاش تعطاه شنية بالضبط باش يدفعوا ضريبة شنية يستحقوا هي أسهل منها ما تبناش الرخصة أي واحد يحب ياخذ رخصة متاع عربة يجي للبلدية يقول له راني أنا نحب نعمل رخصة متاع عربة ياخذ كل الشروط يمشي يحضر العربة نتاعو يحضر العربة نتاعو وبعد يخرج له متفقد صحي يتفقد العربة نتاعو يشوف فيها اسك الشروط معناتها حافظ على الشروط نتاع حفظ الصحة واوتوماتيك يعطيه ترخيص وقرار ويمشي يخلص ويخدم على روحه العملية كل راهو نقولوا جرام ماكسيموم شهر واضح شهر ان شاء الله قلت لك انا التونسي يلا غالب التونسي استانس قد عرب وبرا يخدم تحت الحيط وهو نحن يلزم نوعيوه ويلزم الإعلام يوعي وانتم زادة بارك الله فيكم كي حليتوا الموضوع عليه يلزم العباد تفهم والشباب يفهم اللي رأي هذه خدمة راك تنجم تعمل بها مستقبل تنجم تعمل بليجور بونت معناتها كي تنجم انت تنجح مثلا في تونس تنجم تعمل واحدة في سفاق تنجم تعمل واحدة في بنزرت ويبدا انت عندك كونسيبت نتاع ساندويتش ولا اي بالرسمي هو مشاريع واعده بالرسمي راهو احنا الثقافه ما راوها يغزروا لها في تونس صح ما تراوها اوكي بيعمل كسكروتيات في الشارع اما هي اللي بالعكس البرا راهو معناتها في الغرب وكل مشاريع واعده هذه وناس عملت منها فلوس ومشاريع كبيره برش دونك ان شاء الله زاد احنا في تونس ياخذوا معناتها من المنحه هذايا ان شاء الله زاد يفهموا اهميه دفع الضرائب لانه كلنا استنسنا معناتها نخدموا تحت الحيط كذا وما غير ضريبه وكل شيء ان شاء الله زاد الدوله تقوم بدورها البلديه تقوم بدورها والمواطنين هذوما يقوموا بدورهم زاد ان شاء الله شكرا لك سي عماد يعطيك الصحه على دخلك معنا اليوم واحنا نخرجوا فاصل ونرجع لكم We'll be right back.
بالشراكة مع مبادرة مناظرة، برنامج أمور تهمنا يطرح ويناقش عدد من القضايا المتعلقة بالشأن العام. تلقاونا في الحلقة 10 نهار الأحد 22 ماي مع نص نهار، باش نحكيو على أشغال حماية كورنيش بنزرت من الانجراف البحري ومدى تقدمها، باش نحكيو زادة على منح رخص المطاعم المتنقلة في تونس، أهمية المطاعم هذه ومدى استجابتها لكراسة الشروط. تلقاونا في التقديم راني عمارة، أحمد ساسي ووسيم حمادي. استنونا. ما زلنا معاكم على موجات إذاعة المندرة اف ام في آخر فقرة من حلقتنا. كنا حكينا على أشغال الكورنيش، حكينا على منح الرخص المطاعم المتنقلة في تونس، حكينا مع ضيوفنا ووضحنا بعض الأمور. طيب وصلنا لآخر فقرة اللي هي فقرة صورة الشهر، وهبتني لكم تصوير على صفحة الإذاعة اليوم الصباح. التصوير هذه تخذيت نهار 14 ماي في بنزرت، وين نشوفوا سيارة إسعاف تحمل مصاب في حالة حرجة ويطلب تدخل عاجل ويقف تسنى في القنطرة لين تهبط باش تعدى. والله باش نقول لك، هو نتصور أنا وحسب ما ديجا مريت الكومنتارات وكل فما بين الغاضب وبين يقول لك لا يتحولوا مسؤوليتهم، لازم يكون فما التواصل ما بين معناتها جماعه تاع القنطره اي بالضبط. وهو هذا الطبيعي نورمالمون راه خاطر تصير حاله هكا، صحيح قليل نوعا ما ولكن تصير حاله هكا، لازم يكون فما تنسيق. وان شاء الله ساعه معناتها مشروع القنطره الجديده ساعه خليها تقد نرتاحوا منها الحكايه، لا تنسيق لا حتى شيء. خاطر هي القنطره ولات عائق في بنزرت في المجالات الكل، معناها في كل شيء في اي وقت ولات تتقلق برشا بالضبط، سيركيلاسيون وتتهز ساعات في اوقات خايبه شويه. تقعد توريستيك القنطره هذيك، معناها تقعد بلاصه موجوده وتتعمل قنطره اخرى للكراهب والسيارات وكل شيء. وهي دجا عمرها وفي، معنى هي دجا في تحت، هي عشت دجا ممكن تريبل تاع عمرها ولا اكثر دجا، ولا ربي يستر حتى لين يكملوا يعملوا القنطره. انا سمعتها والله اعلم، مش عارف تاكد معلومه ولا لا، انه وقت اللي عملوها حطوا معناتها تقعد 20 سنه ده اللي حسب ما سمعت وقت تعملت اي فوق 60 سنه. فوالا ان شاء الله يدخلوا في المشروع جديد وما عادش نراو كيف مرحلتها هذه. سمعنا ينطلق الجمعه الجايه المشروع، وسمعنا ينطلق عمني أول ولد عمني، بلكشي نتبعوه إذا كان انطلق في حلقة بتبيع أكيد باش نتبعوه. وإن شاء الله ما نتبعوش إيقاف الأشغال متاع قنطرة بنزرت جديدة، صار نتبعوا التمشي متاع الأشغال وقتاش توفى وكل شيء، وكونوا فرحانين بها كمشروع وطني مش حتى محلي ولا جهوي. فوالا دونك احمد، دونك احنا هكا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. شكرا على الاستماع والمتابعه، وشكرا على تفاعلكم على صفحات التواصل الاجتماعي. اللايف تنجموا تعاودوا تفرجوا فيه على صفحه الاذاعه ولا صفحه مبادره مناظره، وما تنسيوش موعدنا الشهر القادم ان شاء الله في حلقه جديده ومواضيع جديده ومقعد. لي كنقول لكم اتري بيانتو، باي 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 باي.